بشاير الخير جت مع انطلاق وبدء موسم جني القطن في محافظة الشرقية، واللي تم زراعته على مساحة فدان تخطت ال 48 ألف فدان بنطاق مراكز المحافظة. كمان تم العمل على الاستعداد لاستقبال المحصول من المزارعين بكل التسهيلات المخصصة. تم إعداد حوالي 28 حلقة تسويقية في نطاق المحافظة. نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكتر. معانا المهندس أحمد العساس، مدير عام المكافحة الحقلية بمحافظة الشرقية. صباح الخيرات أستاذ أحمد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذ بسام. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور. يعني بشاير الخير من محافظة الشرقية، حابين نطمن كده على إنتاجية فدان القطن في الموسم الحالي السنة دي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بنهني القياده السياسيه مع فخامه الرئيس ومعالي وزير الزراعه بعيد الفلاح، الفلاح المصري الاصيل. كمان بالمناسبه برضه بنحيي بنتقدم بخالص تهنئه لمعالي محافظ الشرقيه ومعالي وكيل الوزاره بالنسبه لعيد الشرقيه، عيد الشرقيه القومي الوطني. كمان ببدايه موسم جني القطن، احنا عندنا الشرقيه السنه دي في الفتره بنحتفل بثلاث مناسبات عزاز على الفلاح المصري. ان شاء الله محافظه الشرقيه الحمد لله السنه دي تم زراعه 48000 فدان 238 بزياده 5000 فدان عن العام الماضي. محافظه الشرقيه بيتم فيها زراعه صنفين، صنف جيزه 97 محسن ده بيتم زراعته بمساحه 8500 فدان في اربع مراكز، اللي هي الزقازيق بالبيس ديار بنجم منيا القمح، وده اول مره هذا الصنف يخرج من نطاق الاقصار للنطاق التجاري في محافظه الشرقيه. باقي المساحه بحوالي 40000 فدان بيتم زراعتها بصنف 4 جيزه 94. حضراتكم احنا ان شاء الله بنبدا ان شاء الله موسم جني القطن. احنا بنتكلم بنقول ان في جني، في حاجه اسمها الجني المحسن، وهي عند وصول نسبه التفتيح في ارضك بال 75 80% بتبدا تنزل تبني ارضك عشان تحافظ على اللوز اللي فتح ما يضغطش على الارض او ما يجوش عليه ما يدخلش عليه غبار او 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 اعفان او حاجه زي كده. برضه من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها مع المزارعين ان بنقول له انت بتدي ان شاء الله الكميه اللي بتدنيها في الصباح الباكر بتحاول تهويها في الهواء قبل ما تعبيها. برضه بتكون بتجني في ادويه خيش مش اكياس بلاستيك. عند الانتهاء وتعبئه الكيس بنقول ما تعبيش الكيس كميه كبيره عشان ما يوبرش منك وتخيط بخيط قط يعني. طب بتحددوا السعر ازاي يا فندم بقى في كل موسم؟ يعني بناء على ايه بتقولوا مثلا ده هيبقى بكذا او ده هيبقى بكذا؟ حضرتك احنا بدا عندنا نظام التسويق بالمزاد العلني، وبدات في حاجه اسمها منظومه التسويق، ودي فعلا حاجه فعلا فادت، يعني بنشكر القياده السياسيه عليها لانها فادت المزارع المصري وفادت مزارع القطن، لان ارتفع سعر القطن من 2000 3000 جنيه، احنا السنه اللي فاتت كان وصل سعر الجنطار ل 14000 جنيه، دي عباره عن مزاد علني. احنا تم انشاء 28 حلقه تسويقيه، بيتم كل ما يتجمع من كميه القطن عمل مزاد علني بين الشركات في القطن. طبعا برضو القياده السياسيه ومعالي الوزير حطوا سعر استرشادي او سعر مش ان شاء الله مش هيبدا المزاد اقل منه، هي 12000 جنيه. ده بالنسبه للتسويق. طيب استاذ احمد، دور مهم جدا الارشاد الزراعي ومعهد بحوث القطن كمان، لانه الموضوع بيحتاج الى عمل علمي كمان، في بحوث علميه عشان جوده الاصناف وتعظيم الانتاجيه لفدان القطن. حابين نعرف اكتر من حضرتك الدور اللي بيلعبه الارشاد الزراعي ومعهد بحوث القطن. حضرتك احنا مثلث الارشاد الزراعي مكافحه المعهد الوحوش، ده مثلث بيبدا في شغله مع المزارع من اثناء تجهيز الارض لزراعه محصول القطن. بنبدا كل الارشادات، تجهيز الارض، تخطيط، اختيار طبعا التقاوي، مسافات الزراعه، الري، المقاومه، المكافحه، نقاوه الحشائش، كل ده بيتم في اطار تعاون كامل ما بين معهد بحوث الوقايه، ما بين الارشاد الزراعي، ما بين مكافحه الافات. طيب حضرتك انا اللي فهمته برضو من كلامك انه في زياده في الانتاجيه الموسم ده. الحمد لله احنا عندنا حضرتك صنفين زي ما تفضلت حضرتك وقلت حضرتك قبل كده، اللي هو 97 ده ان شاء الله بيتوقعوا ليه ان شاء الله انتاجيه من 9 ل 12 جنطار، يعني بنقول في متوسط عام من 10 ل 11. صنف 94 برضه الحمد لله انتاجيته عاليه من 8 ل 10، فان شاء الله بنتوقع هذا العام ان شاء الله تكون يعني متوسط انتاج العام 10 جنطار للفدان. ان شاء الله. على مستوى المحافظه استاذ احمد في 28 حلقه تسويقيه. عايزين نعرف دور الحلقه التسويقيه دي بتعمل ايه وازاي بيتم توريد المحصول من قبل اهلنا المزارعين والفلاحين الى هذه الحلقات التسويقيه.
تمام يا فندم. حضرتك الحلقه التسويقيه دورها مهم جدا، هي بتستقبل الاقطار من المزارعين وبتلغي تماما على الوسيط، بحيث ان كل جنيه زياده في القنطار بيروح مباشره من المزاد للمزارع. الحلقه التسويقيه بيتم انشاء واختيارها في منطقه تجمع مساحات غط، بيكون مكانها على طريق عام، بيكون مكان بعيد عن مياه الرش، بعيد عن العبث، بيكون بيتولاها مجموعه من الغفر والقائمين على الوزن، بيستقبل طبعا الاول بيستقبلوا الاكياس من المزارع، بيتم ترخيمها، بيتم تجهيزها للوزن، بيتم وزنها، بيتم حيث تحكيم بالفرز، كل درجه بتتحط على الكيس، بتتكتب علنيه علشان المزارع يطلع عليها، بعد كده بيبدا تجهيز لعمل المزاد لتحديد الاسعار. طيب باشمهندس احمد، يعني لو هنتكلم على موسم جني المحصول هيستمر لغايه امتى؟ الموسم ده جني المحصول عامه بيستمر لغايه امتى؟ حضرتك هو غالبا احنا بنبدا من اوائل شهر 9 لمنتصف او لاواخر شهر 10، ناخد 9 و10 كاملين في موضوع الجني. احنا برضو من ضمن بنقول ان احنا المزارع يعني اذا وصل نسبه التفتيح عنده من 75 80% يبدا ينزل يجني، يحافظ على اللوزه اللي فتحت، وبحس هي فيها زي ما بيقولوا الخير والبركه، يعني العب تحتنا ده اللي فيه الخير وفيه مساحه كميه القطن هتطلع من الارض يعني. طيب مهندس احمد، عايزين نتكلم كمان على دور القوافل والارشاد مع المزارعين، لانه دايما مع موسم الجني وما قبل الجني بيكون في بعض الافات الزراعيه، بعض المشكلات اللي ممكن تواجه الفلاحين في الحصاد وجني المحصول. ازاي يتم توعيه الفلاحين بمواجهه مثل هذه المخاطر؟ حضرتك واحنا طبعا وزاره الزراعه والاداره المركزيه للمكافحه معنيين تماما بتجهيز كل ما هو يلزم لمكافحه اي افه في محصول الجط. صحيح. حضرتك احنا بنجهز من بدايه الافات الاولى. بنكون احنا جاهزين بمودتنا، تركيب مصايد، رش جدار اللوز، رش اي افات ثاقبه مصه، وبحاول انوه السنه دي كان في يعني موضوع اللي حضرتك طبعا التغير المناخي اثر الى حد ما شويه، ان في ظهرت افات ثاقبه مصه كانت يعني في الاعوام السابقه كانت سنويه، السنه دي ظهرت بنسبه عاليه بخصوص موضوع التغير المناخي. برضو كل ده بنكون جاهزين ليه بمبادراتنا، بنبدا ننزل في المرور الشبه يومي على مساحات البط مقابلة المزارعين، التوعية لأي شيء من الري لنقاوة الحشائش لمكافحة الآفات، كل ده بالاشتراك مع الإرشاد والمكافحة ومعهد البحوث، كل ده يعني قلبا على قلب رجل واحد في مساعدة الفلاح والمزارع المصري. تمام. مهندس أحمد العساس مدير عام المكافحة الحقلية بمحافظة الشرقية، مشكورك شكرا جزيلا وصباح الخير على حضرتك.